لا تخلو أي عملية جراحية كبرى من حدوث مضاعفات، أو على الأقل توقع حدوث مضاعفات. هذا هو الحال مع عملية زراعة الكبد التي تحدثنا عنها سابقاً، عن كيفيتها وطرق إجراءها وما قبل اللجوء إلى هذه العملية. لكن كيف يكون هو الحال بعد إجراء هذه العملية؟ ما هي أهم التعليمات؟ ما هي أهم المحاذير؟ وما هي أهم النصائح للتعايش مع عملية زراعة الكبد أو مع الكبد الجديد المزروع؟ ضيفي الذي سيتحدث عن هذه الأمور بملفاتها التفصيلية هو الدكتور عبد العزيز الزيادات، مستشار أول جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية. حياك الله معنا دكتور عبد العزيز. شكرا جزيلا وبارك الله فيك. اللقاء كان من عامين. صحيح. تحدثنا عن زراعة الكبد. صحيح. كعملية كبرى كيف تكون؟ لم نعرج على المضاعفات، ويمكن قلما دكتور أحد يتحدث عن مضاعفات مثل هذه العمليات، يخاف أن المريض لا يقدم على إجراء. نعم. لكنه يكون هو توجيه أكبر ومصداقية أكبر للعملية. صحيح. حدثنا دكتور عن عملية زراعة الكبد أثناء العملية، ما هي المضاعفات المتوقعة؟ ستي، حقيقة المضاعفات دائما المريض ربما يتشائم منها، لكنها واقعة وموجودة، وحقيقة يجب أن يشرح الطبيب بالتفصيل للمريض ما قبل العملية. نعم. لكنه بطريقة أن لا يخيفه، يعني الأسلوب أن يكون واقعي ولا يضع العراقيل أمام المريض، ويعني يحط النسب بطريقة بحيث أنه يرعب المريض أو أهل المريض. نعم. لكن بالتأكيد عملية زراعة الكبد هي عملية كبرى، وهي عملية خطيرة، وهي عملية فيها نسبة الوفاة عالية عن باقي عمليات أو جراحات الأخرى. نعم. تعرف أنه إحنا في نوعين من عمليات الكبد، إما تأخذ الكبد من متوفى أو إما تأخذه من حي، والأكثر عندنا في بلدنا هي من حي. نعم. والمتوفى يعني لا يوجد مضاعفات على الشخص المتبرع. المتبرع، لكن هناك خطر على المتبرع لما يكون حي. إذن دكتور، ما هي المضاعفات المتوقعة على الشخص المتبرع؟ نعم، الشخص المتبرع وخصوصا لما يكون المتبرع حي، نتكلم عن أحياء، أهم الأمور اللي ممكن نخاف منها أنه نأخذ جزء أكبر من الكبد والجزء المتبقي لا يكفي للمريض، مش المريض، للمتبرع. هاي واحدة، لذلك يجب أن ندرسها قبل العملية ونخططها ونعرف قديش نسبة الكبد المتبقي، هل يكفي أو لا يكفي. كم لازم تكون نسبته دكتور؟ أن يكون أكثر من 30% من الكبد يتبقى للمريض. وبالنسبة هو ولا بتقيسوها لوزن الشخص المتبرع؟ طبيعة الكبد أنه حوالي 25% ممكن يعيش الإنسان. لكن أن لا نخاطر 25%. فلذلك نعملها من 30% فمهم. إذا تبقى للمتبرع 30% وأعلى فهي في حالة إن شاء الله تكون جيدة. لكن أيضا في خلال العملية يجب أن نتأكد ما يكونش عمليتنا نصيب الكبد الحي أو المتبقي بطريقتنا، سواء بالكي ولا بإيدنا، أن نخرب الخلايا الموجودة. نقلل من النسبة. إذا هاي واحدة، انه ممكن يتأذى الشرايين والأوردة دكتور أثناء عملية الكبد؟ طبعا 100%. الموضوع الثاني اللي هو النزيف. احنا نتعامل مع أوعية دموية كبيرة، والمختبر الكبد هو مختبر دم، وفي أوعية كبيرة تجي عليه وتطلع منه. وبالتالي النزيف مهم جدا، ويجب أن نحرص انه يصير عند المريض نزيف بكمية كبيرة اللي يأثر عليه. والنقطة الثالثة اللي هو نزيف دكتور، اسمح لي قبل أن ننطلق إلى النقطة الثالثة، يكون خطره أثناء العملية ولا بعد الخروج من العملية؟ أثناء العملية. ما في مثلا من غير شر مضاعفات متوقعة بحدوث نزيف بعد العملية؟ نادرا ما ينزف المريض بعد العملية ويكون كل شيء تمام. عظيم. وينزف بعد، نادرا، لكن الحقيقة الخوف منها أثناء العملية. إذن النزيف. والنقطة الثالثة اللي هي القنوات المرارية، إن ما يصير في أي خلل بالقنوات المرارية عند المريض. هذول النقاط خلل من شو راح ينجم دكتور؟ الخلل من الجراحة نفسها،
إما أن نجرحها وإما أن نخيطها وإما تجي غرزة تضيقها. لا يجب أن نحافظ على القنوات المرارية بطريقة أن تكون سليمة وتمرر المادة الصفراوية بطريقة سليمة. إذا النزيف أول شيء الكبد، الجزء المتبقي من الكبد. اثنين النزيف، ثلاثة القنوات المرارية. العدوى دكتور ممكن يصير في عدوى ميكروبية؟ هذول نادرة، العدوى تكون عند عند المريض نفسه أكثر. تعتمد على درجة التعقيم في غرفة العملية. أي عملية جراحية. ولحظ المريض. أي عملية جراحية فيها نسبة التهاب جراح. أي عملية. وبالتالي هون في نسبة، لكنها نسبة قليلة جدا، ممكن لا تصل إلى 2%. العدوى بتكون عند المريض اللي هو نأخذ له ونتبرع له. عشان هيك دكتور بتحطوه في غرفة معقمة كليا ومعزولة. بالتأكيد بالتأكيد، احنا خوفنا أكثر على المريض وليس على المتبرع من العدوى. نعم. من العدوى هي كباقي المرضى. يعني العدوى تكون خطيرة جدا على المريض اللي خضع لزراعة كبد جديد. العدوى مهمة جدا، ولكن العدوى تكون ما بعد العملية. نعم. ما بعد العملية وعادة في أول أسبوع ما بعد العملية، وهي مهمة جدا. ليش؟ لأنه المريض بيكون المناعة تبعته ضعيفة، والسبب في ذلك إنه إحنا نقلل المناعة عشان ما الجسم ما يرفض الكبد. وبالتالي إحنا بنقلل مناعة الشخص، وعلينا أن نحافظ عليه من الالتهاب. وهون لازم يكون في العزل، العزل التام اللي بعيد عن العدوى، خوفا من إنه العدوى ممكن إنها تؤدي إلى فقدان حياة المريض. كم فترة العزل تستمر دكتور بعد العملية؟ العزل الحقيقة احنا ما دام المريض يأخذ الأدوية اللي بتضبط المناعة يجب أن نحافظ عليه من التهابات. لكن أهم واحدة وأخطر إشي دائما في البداية في أول أسبوعين. مثبطات المناعة دكتور الهدف الرئيس منها هو عدم رفض الجسم لهذا الجسم المزروع، ولكن هل يمكن أن تكون بوابة للمريض أنه يكون تحت رحمة كثير من العدوات والأمراض؟ طبعاً 100%. إذن بدنا نكون نوازن الأمور بحيث أنه نعطي المثبطات بحيث يتقبل الكبد، المريض يتقبل الكبد، وأيضاً نحافظ على المناعة من حيث مناعة ضد الأمراض المعدية. نعم. وبهذا نعطي دائماً مضادات، ونعطي مضادات للبكتيريا ومضادات للفيروسات. من ناحية وقائية. من ناحية وقائية نعم. فدائماً هذول نعطيهم في البداية. الخطورة دكتور ترتفع عند فئة عمرية معينة ولا ما فيها علاقة؟ هو بالتأكيد كلما زاد العمر أكيد هذا، لكن أيضاً في أمراض أخرى، إذا واحد عنده سكري، إذا عنده أمراض أخرى غير مزمنة. موضوع الكبد اللي بيزيد اللي عنده خطورة الالتهاب. احتمالية حدوث الجلطات دكتور؟ الجلطات أقل خطر من العدوى ومن النزيف. الجلطات موجود، ممكن بعض الأحيان يصير بالوريد البوابي جلطة ويسكر على الكبد. نعم. أو ممكن بالوريد نفسه، بالشريان نفسه ممكن، لكنها نسبة قليلة. نعم دكتور، بالنسبة لهذه العملية التي تحدثنا عنها، إجراءات ما بعد الخروج من غرفة العمليات وبعد الخروج من المستشفى قد يتطلب جهد كبير من العائلة والأهل المساندين للمريض والوعي الكافي للتعامل مع مثل هذه الحالة، فما المطلوب منهم بالضبط؟ نعم. تسمحي لي قبل ما أجاوب عليها، من المضاعفات المهمة دائما أيضا القنوات المرارية، دائما نحطها بطريقة أن نحافظ عليها بحيث أنه ما يصير فيها لا انسداد ولا يصير فيها تسرب من القناة المرارية. نعم. بالنسبة لسؤالك أختي الفاضلة، الحقيقة بعد ما يطلع المريض من المستشفى أهله عليهم واجب كبير جدا. نعم. الواجب هو أهم شيء أن نحافظ عليه من العدوى، وبالتالي أن يقللوا من التقرب إليه وقريب عنه، المصافحة والاحتضان، والبوس والاحتضان. نعم. وكل هذه القصص يجب أن، ويفضل عادة في البدايات أن يلبس كمامة
هو حتى ولو كان في بيته. نعم. ثانيا اذا بحضور الناس دكتور. نعم بحضور الناس. الناس طبعا هو اهم شيء. اذا كان لحاله يلبس كمامة؟ لا طبعا. نعم. لا ما في خوف. اثنين بالنسبه لموضوع الزياره، زياره المريض في البيت يجب ان يكون هناك بمكان بعيد عن المرضى عن الزوار، ويكون قاعة كبيرة مثلا هو في طرف القاعة والناس يجون. ثلاثة أن لا يكون العدد اللي يجلس معه عدد كثير وبعدين وبيدخنوا وبيسولفوا وبيرجوا، أن تكون الزيارة قصيرة، أن يكون عددهم قليل، أن يكون المكان ليس عن قرب كثير. أن السلام والاحتضان والبوس والآخري هذا يجب أن يمتنعوا عنه. نعم. وبالنسبة للتمارين الرياضية متى؟ التمارين الرياضية هي الحقيقة بعد ما يشعر الإنسان يقدر أن يتحرك يروح يجي، ربما يحتاج إلى أكثر من شهر بعد العملية، أو بعضهم ممكن يحتاج شهر ونص أو شهرين ممكن يرجع لها. الأمر ينطبق بالخفيف. أيضا ينطبق أيضا دكتور على الشخص اللي تبرع بالكبد؟ لا، موضوع اللي تبرع بالكبد لا ينطبق. اللي تبرع بالكبد عادة هو إنسان صحيح ما عنده مشاكل. نعم. عادة ما عندهش أمراض لما نختاره، وبالتالي ما عليه خوف ومناعته بتكون طبيعية وعادية، وزي أي عملية بعد ما تروح أثارها يرجع لوضعه الطبيعي 100%. نعم. وبالتالي حتى الكبد اللي قصيناه أو أخذنا منه بده يرجع لوضعه الطبيعي خلال فترة. الأدوية المثبطة المناعة والتي يتم استخدامها من قبل المريض، هل يمكن أن تستمر بقية مدى الحياة؟ مدى الحياة، لكنها قوتها بتكون أقل. ما مدى تأثير العملية دكتور على صحة الرئتين، صحة الكلى؟ الكلى عليها خوف في أثناء العملية. نعم. أثناء العملية عليها خوف، والكلى تتأثر بكل أعضاء الجسم. نعم. وبالتالي بتأثر بالنزيف، تتأثر بالعملية الطويلة، بتتأثر بقلة السوائل. نعم. تتأثر بخسارة السوائل، فالكلى زي الميزان، كل ما زدت السوائل تتأثر، كل ما انكسرت تتأثر. والرئتين دكتور خصوصا وأن هذه العملية تمتد لساعات، فبالتالي هنالك جهد تنفسي هائل على المريض. نعم. وعلى الرئتين. نعم. هو عادة احنا إذا كان فيها مشكلة دكتور نختار مريض اللي رئتينه ما يكون فيهم مشاكل. لأنه إذا كان عنده مشاكل وبده يخضع لعملية طويلة ربما يتأثر كثيرا، لذلك يجب أن يكون هناك تقييم جدي قبل العملية للرئتين وللقلب وللكلى. علامات الحيوية. نعم. والقلب والكلى. نعم. شو المخاطر المتوقعة أيضا على القلب؟ القلب طبعا القلب هو مهم جدا بالنسبة لها، إذا صار نزيف. نعم. إذا طولنا بالعملية، إذا تأخرنا بزراعة الكبد، يعني جبنا الكبد وتأخرنا في زراعة وإلى آخره، هناك مخاطر عليه أيضا. اسمح لي دكتور دهمنا الوقت، ولكن سؤال أخير، كم هي معدلات البقاء على قيد الحياة بعد إجراء عملية زراعة الكبد؟ ستي احنا بزراعة الكبد نحسبها سنوات البقاء حي بعد العملية. نعم. بعض الأحيان بنقول سنة ما بعد العملية، قديش نسبة اللي طلوا أحياء سنة ما بعد العملية، أو 3 سنوات أو 5 سنوات، وفي بعضهم على 10 سنوات. النسبة حقيقة تتضاءل، يعني نسبة السنة ما بعد العملية ممكن تكون 90%. نعم. إنه عيش سنة 90% من اللي زرعهم إنهم عيشوا 90% مثلا، أو 92 أو 5 حوالي، يعني 90. نعم. تختلف من مركز إلى آخر. الثلاث سنوات بتقل للثمانينات، والخمس سنوات بالسبعين، 75 73 حسب المركز اللي نعمل فيه العملية. نعم. أنا شاكرة لحضورك معنا الدكتور عبد العزيز الزيادات، مستشار أول جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية. شكرا، بارك الله فيك، وشكرا إليك.